النهارده هنتكلم بمناسبة الأعياد وخصوصا عيد الأضحى، هنتكلم عن مرض النقرس والعيد. مرض النقرس هو عبارة عن تراكم بلورات اليوريك أسيد حوالين المفاصل والغضاريف، فبالتالي بيحصل تآكل في المفاصل والغضاريف. طب إيه أعراض النقرس اللي ممكن الشخص يحس بيها ويشك ساعتها اللي هو عنده نقرس؟ لو أي شخص بيعاني من آلام في المفاصل، بيعاني من التهاب في المفصل نفسه، بيعاني من اللي فيه وجع أو ليميتد موفمنت، أو اللي أنا ما بعرفش أحرك المفصل بتاعي حركة دائرية كاملة. وكمان في ناس كتير قوي بتشتكي من ارتفاع درجة حرارة أثناء النوم، وكمان ألام والتهابات ممكن توصل لمرحلة اللي المفصل نفسه يحصل له تورم أثناء النهار وكمان أثناء الليل. طب أي شخص عنده مشاكل في النقرس أو عنده أعراض النقرس لازم يخلي باله كويس جدا، اللي أكتر حاجة بتزود النقرس ونسبة اليوريك أسيد في الجسم هي البقوليات والبروتينات الحيوانية خصوصا اللحوم. والنهاردة بمناسبة عيد الأضحى الشريف، كل سنة وانتم طيبين، هنتكلم عن أضرار اللحمة بالنسبة لمريض النقرس. لازم كل شخص عنده نقرس أو ارتفاع نسبة اليوريك أسيد يخلي باله كويس جدا من كمية البروتين الحيواني وخصوصا اللحوم اللي بتخش جسمه. ولو احنا شفنا الجسم محتاج قد ايه، الجسم محتاج 200 جرام بروتين فقط لا غير، يعني اللي احنا ممكن نحصل عليه عن طريق ربع فرخة، 200 جرام لحمة، 3 صوابع كفتة، مش اكتر من كده. عشان لو احنا دخلنا كمية بروتين حيواني وخصوصا اللحوم بنسبة اكتر من 200 جرام في اليوم، هيؤدي الى تراكم املاح اليوريك اسيد حوالين المفاصل وزيادة اعراض مرض النقرس او الجود. زمان كنا بنتكلم ان مرض النقرس بيجي مرض الملوك، ولكن دلوقتي بيجي في جميع طوائف الشعب عن طريق اللي الشخص بياخد بقوليات فول طعميه بكميات كبيره جدا، وهو البروتين النباتي، وكمان بيتناول اللحوم وبيبعد تماما عن الاسماك واللحوم البيضاء. فبالتالي نصيحه لكل شخص بيسمعنا النهارده، لو انت عندك اعراض نقرس، لو انت عندك مشاكل في المفاصل والغضاريف، لو انت عندك ارتفاع في نسبه اليوريك اسيد، لازم تتابعه بصوره كويسه جدا، والمتابعه عن طريق اللي احنا بنشوف نسبة اليوريك اسيد والنقرس في الدم. وكمان لازم تخلي بالك من اكلك وشربك خصوصا في العيد عشان خاطر نحمي نفسنا من اعراض ومخاطر النقرس. فببساطة اي شخص عنده نقرس لازم يقسم الطبق بتاعه الى 3 اجزاء، 60% منه خضروات وفاكهة وفايبرز ونعم ربنا اللي طالع من الارض، و 30% بروتين، ونعتمد على البروتين الحيواني في اللحوم البيضاء اكتر منها اللحوم الحمراء، نقلل شوية اللحمة ونتجه للفراخ والاسماك والمنتجات البروتينات الطبيعية النباتية. ونخلي بالنا كويس قوي اللي انا لو عندي نسبة نقرس لازم اتجه للطبيب المعالج عشان خاطر يكتب لي انسب دواء ليا واتخلص من مرض النقرس بصورة بسيطة وامنة.